الكوينز شلونكم شو اخباركم؟ اتمنى ان شاء الله ان اموركم بخير والحمد لله. اليوم راح اشرح لكم ان شاء الله طريقة عمل تيشيرت خاص فيكم بالصورة اللي انتم تحبونها بروبوكس. شوفوا مثلا عندكم هذا صورة كوكيز والاوريو، هذه انا سويتها لي. وبعد شنو سويت؟ هذه هنا صورة شعاري حق اليوتيوب، وبعد البي تي اف واسمي الجميل. اول شيء خلونا نحط لايك على المقطع، واللي ما سوى اشتراك يسوي اشتراك. ويلا الحين نبدا الشرح. اول شيء نفتح على موقع روبلوكس جوجل كروم، وناخذ خيار كريت، بعد كريت ناخذ خيار تي شيرت. جدا 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 سهل، وهذه التيشيرتات اللي انا سويتها اول. الحين انا راح اقول لكم شيء، اي صورة تختارونها تبون تحطونها على التيشيرت احسن شيء تسوون لها تفريغ الخلفية. يعني شلون تفريغ الخلفية؟ تروحون موقع، انا راح احط لكم رابطة بالوصف، تفرغون الخلفية. تعالوا خلنا اشرح لكم شلون تفرغون الخلفية. هذا هو الموقع بنات، موقع تفريغ الخلفية، ان شاء الله راح احط لكم رابط بالوصف، بس خلوني اعلمكم كيف تسوون. تاخذون هذا الخيار الازرق ابلود ايميك، بعدين تاخذون مكتبة الصور، بعدين تختارون الصورة اللي بتفرغون خلفية، مثلا دايموند هذه استخدام. انظروا شوية هو يفرغ بروحه. الحين تفرغت الخلفية البيضاء، نضغط مطور على الصورة، بعدين ناخذ إضافة إلى الصور. الحين راحت الاستوديو، الحين نرجع لموقع روبلوكس بجوجل كروم. كذا كذا طريقتنا تمام. ناخذ اختيار ملف، بعدين مكتبة الصور، ناخذ آخر صورة للدايموند اللي فرغنا صورته خلفية، هذا هو استخدام، بعدين أبلود. ننتظر شوي 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 شوي، نزل التيشيرت كاهو، بس ما حمل، يحمل شوي. الحين نروح نشوفه على روبلوكس. مين تيشيرت؟ وهذا تايوان نزل. يلا ايش رايكم بنات؟ ان شاء الله عجبكم. لا تنسون اللايكات الحلوة والتعليقات الحلوة بعد بنات. بنات راح احط لكم رابطي الانستغرام بالوصف، اي صورة تحتاجونها او تبونها، اي صورة اكتبوا لي شنو تبون من صور تحت بالتعليقات، وراح انزلها لكم بحسابي بالتليجرام بالانستغرام. راح انزل لكم الصورة اللي تبون بالانستغرام، اي صورة تبون عادي. وان شاء الله عجبكم الشرح، ولا تنسون اللايكات. باي، احبكم وايد.